ومن قمع ومن تدمير للقرى والمداشر. لقد دمر الجزائر هو والزمرة التي كانت معه، فيجب أن يتحمل المسؤولية كاملة، ويجب على الشعب الجزائري نقطة هامة جدا أن يفرق بين المؤسسة العسكرية كمؤسسة وبين هذه المجموعة الإجرامية. فالجيش الجزائري هو جيش وطني حر من أبناء الجزائر، فهذا الجيش هم أبناؤنا وهم إخواننا وهم رجال الجزائر الذين يحمون حدود الجزائر في الجزائر. أما هذا الرجل فهو أجرم في حق المؤسسة العسكرية أولا قبل أن يجرم في حق الشعب الجزائري. من هم الذين كانوا يموتون؟ من هم الذين كانوا يقضون الشتاء في الثلوج في الجبال؟ هم العسكر، هم العسكر الجزائريون الذين ورطهم هذا المجرم ووزارة دفاعه في قتل أبناء الجزائر بأبناء الجزائر. هو الذي جعل الشعب الجزائري يتقاتل فيما بينه. نحن نحيي أبناء الجزائر ونحيي الجيش الجزائري، ولكننا في نفس الوقت يجب أن نبين أن هناك زمرة إجرامية وعلى رأسها هذا المجرم خالد نزار وجماعته الإنقلابية وعلى كافة أهالي المختطفين، وأؤكد المختطفين والمعتقلين والمسجونين والمظلومين من طرف هذا الشخص، أن لا يتوقفوا عند هذا الرجل فقط أي عند خالد نزار، لأن هناك رؤوس أخرى يجب أن تسقط ويجب أن ترفع بها قضايا سواء في الداخل أو في الخارج، من أمثال المجرم رضا مالك وعلي هارون. هذه الفئة التي جاءت ببوضياف وقتلت بوضياف هي نفسها التي أجرمت في حق الشعب الجزائري، وهناك مجموعة أخرى من الجنرالات. وما أطلبه من كل المتضررين أن ينظموا أنفسهم سواء في جمعيات وأن يهيكلوا أنفسهم وأن يكثروا من الاحتجاجات. في البداية تكون أمام وزارة العدل إن كان هناك عدل، وإن لم تستجب هذه الوزارة فأمام رئاسة الجمهورية حتى يحاكم هذا الرجل الذي أجرم في حق الآلاف من الجزائريين والجزائريات وحرائر الجزائر. وأقول لنزار، أي كتب تتحدث عنها؟ هل ألفت كتبا في القتال العسكري؟ هل خضت حروبا مع إسرائيل؟ فحربك كانت مع الضعفاء ومع الفقراء من الجزائريين ومع الأرامل ومع النساء الحرائر في الجزائر وفي القرى وفي المداشر. أنت أجرمت في حق أبناء الجزائر وسجنت رجالهم وفتحت المحتشدات للآلاف من أبناء الشعب الجزائري. ولا ننسى ظلمك لقيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، 12 سنة من السجن ظلما وعدوانا. قلتم أن إضراب الجبهة حطم الاقتصاد الجزائري، والآن من حطم الاقتصاد الجزائري؟ من حطم أخلاق الجزائريين؟ من أفسد الشعب الجزائري وأخلاق الشعب الجزائري وأخلاق بنات الجزائر الحرائر؟ أنت وأمثالك من المجرمين يا خالد نزار. ولكن هيهات، إن الأمور وإن الساعة تدور وقد جاءت الآن ساعة الحق، وبإذن الله ستحاكم في سويسرا، وإن لم تحاكم في سويسرا فستحاكم هنا في الجزائر، وستحاكم في سريانا بلدك الأصلي وفي مدينتك الأصلية. فعلى كل الرجال والوطنيين والأحرار أن يكونوا يدا واحدة حتى يحاكم هذا المجرم والزمرة التي كانت معه في الانقلاب. وأقول لأم أيمن وأقول للكثيرات من مثلها، الآن ها هي البشرى جاءت، فاصطفوا صفا واحدا وأكثروا من الاحتجاجات والمطالبة بمحاكمته. كما أوجه نداء إلى كل الجزائريين في الخارج، الشرفاء والأحرار في ألمانيا في فرنسا في بلجيكا في هولندا وفي كل دول العالم، أن يتقدموا إلى المحاكم ليرفعوا قضية بهذا الرجل حتى يحاكم بإذن الله عز وجل، والجزائريين بإذن الله تعالى شرفاء وكرماء ولن يتنازلوا على حقهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا جزيل الشكر يا جبل عفار.
ننتقل الآن إلى مكالمة أخرى من لندن. محمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. ونشكر كثير جمال عفار اللي تكلمها قبل دروق، نشكرها كثير على كلام الحق هذا اللي قاله، وإن شاء الله الجزائريين يكونوا على كل كلام حق هذا. نعم. فيا أخي احنا ما نعرفوش التاريخ، هادو من أتى بهذ الجنرالات؟ هادو أتى بهم بومدين، هادو كانوا في فرنسا جنرالات. نعم. وبومدين جابهم باش يدربوا الجيش الجزائري. نعم. الأغباء كغابي حتى لهذا الله رحمه دبر راسه مع مولاه، بصح الناس نبهوه على هاد الجنرالات قبل لا يجيبهم، قال والو هما يجوا يدربوا لي الجيش نتاعنا. جابهم ماش دارونا، هادو هما ولاد فرنسا، هادو ولاد فرنسا ولاد السوسيال، هادو ما عندهم لا اصل ولا جزائريين، هادو خاطيهم جزائري يا اخي. والخائن الكبير يا اخي، الخائن الكبير كاع ما تكلموش عليه، هذا بوتفليكه ما تعرفوش اش دار، ما تعرفوش في وقت بومتين في السبعينات كان في واحد يعرف فرنسا باري ماتش، يسمع باري ماتش تصور نتاعه بالشامبان والبنات متدورين به 13 مليار 13 مليار، ويقول لك هذاك باري ماتش هو اللي كان البريمي مينيستر الغني في العالم. واش هذا نساوى هذا حتى هو خص لازم يتعاقب ويتحاسب، يتحاسب هذا مجرم كبير، هذا بوتفليقه، هذا ما تغلطوش فيه، خائن كبير مع هذا الجزار ومع جماعته هذا. واش غادي نقول لك خويا، احنا نطلبوا نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ونطلبوا ربي ان شاء الله كاع الناس يكونوا يد وحده. شكرك اخ محمد، يعني نتحفظوا على ما اتيت به من معلومات. ننتقل الى مكالمه اخرى. عبد الكريم من تلمسان، اهلا بك. السلام عليكم اخي عادل. وعليكم السلام. صحاب طور الجامع. الله يسلمك. ربع الحسنة عن هذا الجزار هذا ومحاكمته، هذا يعد انتصار إلى كل الجزائريين خويا عادل. نعم. كل الجزائريين ضحايا المأساة العشرية الحمراء، والجزار ليس وحده، هو مشي وحده، يجب أن يحاكم كل الأشخاص الذين كانوا يعملون في الخفاء، خطر كاين دي جون كانوا يعملون وراء الستار. كي تطرح عليه الأسئلة هذا الجزار يقول لك كاين الأجوبة تاعي في الكتب تاع اللي كتبها، الكتب تاع النفاق والكذب تاعه. أنا نقول لخالد نزار، نقول له أنا نقرأ حرف واحد من كتاب الله أحسن من اللي نقرأ 100 كتاب تاعك ولا تعغير. نحن نريد الحقيقة لا غير، لأن هناك عائلة فقدت الكبدة تاعها. وهنا يقول لك خالد الجزار هذا يمسح الموس في العمار يضرب، لو كان الله يبدي ويقدر يعاود يموت هذا، خطر الموت فيها يعاود رضا مالك يعاود يحاكمه. يقول لك خالد الجزار عاود رضا مالك يعاود يقول لك علي هارون، وهي هكا نقعدوا ندوروا في بلاصتنا. انا ضحيه خويا عادل تاع الخدمه الوطنيه في عين المقلب 92. نعم. وتعرضت الى مرض مزمن ولم تتكفل به هذا النظام الفاسد. انا لو كانت تقصيني حاجه اللي راني نادم عليها في حياتي خويا عادل، نقول لك اللي مشيت اديت الخدمه الوطنيه تاعي، يروحوا ولاد المسؤولين ولا ولاد الشبعه الجديده. وهنا هنا فهمتنا عندنا بعض عناصر الامن قتلوا عائلات باكملها، ونعطيك مثال والناس تلمسها راهم يسمعوا. كاين ولاد بن يحيى سبعه اخوه قتلوهم، كاين امام تاع مسجد السنه قتلوه قاصو حدا الطاكسيات تاع وهر بحي كيفاه، كاين ولاد اربعه تاع عائله قدادر. وهذو العناصر الامن خويا عادل كاين اللي راهم احرار ضروري وقفوهم من سلك الامن وراهم احرار، وكاين واحد اخرين اللي حاجه اللي ما راهش داخل لي في راسي راهم عاده يخدموا بسلك الامن. نعم. كنت لمسان كاع على بالهم بهذه المعلومه اللي راني نعطيها لك. نعم. في الاخير نقول الله يحكم فيهم خويا عادل، ونقول لابو الوالد نقول له حتى لو ما يتحاسبش هذا الجزار هنايا في الجزائر ولا في سويسرا يتحاسب عند الله، وتما ما تنفعه لا حصانه تاعه ولا هذاك الكراد تاع الجنرال ولا الوزاره تاعه. مبارك الله فيك خويا عادل. يعطيك الصحه اخ عبد الكريم، اسمعني. واخويا عادل ماذا بك، خلينا رقم التليفون تاعك من فضلك يعني في الكنترول. نعم. مشكور جزيل الشكر على التدخل تاعك. لدينا متدخل اخر، ننتقل الى مدينه معسكر. محمد اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك؟ لاباس، صعب طوركم وصعب دستور الشعب الجزائري. الله يسلمك. اتفضل اخ محمد. نعم. اتفضل. لدينا
السلام عليكم مفتاح عفطوركم. محمد اسمعني من الهاتف من فضلك ونقص التلفزة مشكور. أنا من ضحية تاع 94 ابن الشهيد من مدينة معسكر. نعم. وهذه فضيحة كبيرة في 94 نرفع في الإعلام الجزائر أول نظام. نعم. وي. نعم تفضل. نرفع في الإعلام الجزائر في 94 وقليل نعم. في هذا الوقت الرفلي 94 توا ما كان يخرج من داره. الجماعة تاع السكرتار تاع الولاية تاع معسكر كي كملت صوتهم يقارعوا لي عند الدار. سيروا عليا برصاص وبفك الله انا هربت بالخلعه سموه طحت. تنشوف هادو اللي كانوا معايا السكرتات في ساحه العالم نسيبهم امامي عاملوني معامله تاع قتل. نعم. ومن بعد كي بديت نشكي على الحقوق تاعي قلت لهم العيب في بلادي والزينه في بلادي درت اضراب عند الطعام. نعم. الناس هادو اللي يسموه رواحهم السكيريتات ويقولوا باللي ما درنا حتى شيء. انا واحد من الضحايا من هادو الجماعه تاع النظار اللي عاملوني بالقتل وراني اليوم معطوب وشكيت ودرت اضراب عن طعام وتا واحد من القتاله ما جاش عندي وقال لي واش الظروف تاعك واش تسموه. احنا هذا هو الجزاء تاع ابناء الشهداء وتاع الاباء. احنا الفيف هذا ما على باليش ليه بغى يروح للحكم ولا يخرج من الحكم. انا علاه ضحوا بيا ويقول لك باللي بعيرهاد وما اللي ضحوا وما اللي ضربوا. انا جماعه تاع السكريتار وما نسمح لهمش امام الله وما دارني حي في هذه الدنيا نقول كلمتي حتى كي قالها فضانه وقطع راسه. انا قلتها وقلتها وما زالي نقولها باللي هادو العشاميين من خارج النظام ما تدعي الا حاجه الله غالب باش نرفع دعوه قضائيه. نذركم انتم في الخارج. انا اسمي جبار محمد ابن الشهيد اللي فايت في القصبه. انا زدت في القصبه ويمك ثاني كان في القصبه وانا كنت في القصبه واليوم لا ريكونبونس تاعنا ضحوا بنا. هادو صعب الارمي فرونسيز. والسلام عليكم. محمد اسمعني محمد من فضلك. محمد نعم. من فضلك اترك التليفون تاعك مع الكنترول من فضلك. داكور صح. بارك الله فيك. ننتقل الى مدينة بسكرة مع العيد. اهلا بك. اهلا كيف حالك؟ السلام عليكم. صحة صيامكم وصحة صيامك وصحة رمضان. الله صيام الجميع. بارك الله فيك. يعني لقد سبق من خلال مداخلات عديدة أن أشرت إلى مسؤولية نظار الأخلاقية والقانونية عن المجازر والانتهاكات. نعم. التي مست الآلاف والمئات من الآلاف من أبناء الجزائر وكل الشهادات الحية من اختطاف قسري من المنازل واعتقالات عشوائية ومحاكمات وقتل وتعذيب ممنهج من طرف المصالح الأمنية التابع لوزارته. نعم. كل هذا جعله كل هذه تجعله محل اتهام ولا يمكن أبدا لأي عاقل أو وطني غيور أن يدافع عنه أو يبعد عنه الشبهة. وبالمناسبة أسجل تضامني مع كل العائلات المتضررة ولا أستغرب أبدا ولم أستغرب في نفس الوقت من موقف بعض المرتزقة أو أصحاب الأموال المشبوهة عندما يدافعون عن هذا السفاح وأمثاله ويحق لهم ذلك الدفاع لأنهم في الحقيقة يدافعون عن أنفسهم وعن مصالحهم وعن الثراء الفاحش الذي تحصلوا عليه وعن الفساد العام الذي أصبح في كل زاوية من زوايا هذا النظام المتعفن. نعم. فضايح بالجملة في كل القطاعات اختلاسات ونهب للأموال والممتلكات العامة. إننا وصلنا إلى درجة من البؤس والإحباط والفساد درجة لا تطاق إذ لم نسارع لتغييرها. يوشك الله سبحانه وتعالى أن يأخذنا بعذاب من عنده لأن سنة الكون تقتضي ذلك وإرادة الله تعالى وعدله يوجب ذلك. ألم يهلك الله سبحانه وتعالى أمما قد أفسدت في الأرض إلى حد المجاهرة بالفساد؟ يقول أن كل المؤشرات
أو نقول إن كل المؤشرات لسقوط والانهيار باتت واضحة، وأن شروط التغيير باتت قاب قوسين أو أدنى. نعم. فعلى كل واحد من حيث موقعه ومن حيث مسؤوليته يجب أن يتحمل مسؤوليته قبل فوات الأوان. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا